لم تصدر وزارة التربية كتباً جديدة للسنتين الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط لهذه السنة، وبالتالي فالتلاميذ يدرسون بكتب المنهج القديم، ما يطرح التساؤل عن كيفية التكييف البيداغوجي للتلاميذ بين المنهج الدراسي السابق والمنهج الذي يدخل في إطار الإصلاحات. لم تنجز أو تعد كتب جديدة لهذه المستويات على غرار السنوات السابقة، بل أن الكتب السري بها العمل سوف تستغل وتستعمل لهذين المستويين. لذلك تم إعداد وثائق بيداغوجية ما يسمى بوثيقة تكييف الكتب المدرسية للمناهج المحينة، توضع على مستوى الأساتذة للاستئناس بها في استغلال هذه الكتب المدرسية واستعمالها. دورات تكوينية تجمع المفتشين بالأساتذة من أجل توزيع المرفقات البيداغوجية لتسهيل العملية التعليمية للأساتذة والموافقة بين المنهجين. كيفاش داروا هذا العام؟ دونك اون ا في دو سيمينار. لو بروميير سيمينار كان في وهران سور لادابتاسيون دو مانوال دو ليلاف au nouveau programme de la deuxième génération. وتبعوا ان اوتر سيمينار ا ميديا او مو جويي، نفس الشيء تلقينا تعليمه من لي جي بي لانسبكسيون جينيرال دو لا بيداغوجي، وين عطاونا السند الجديد ورانا رايحين انا مع العمليه، عمليه مواصله. التعديل هو مش في السند تاع التلميذ. التلميذ راه تلقى لانسيان فيرسيون مي التعديل بالنسبه للاستاذ. هذا العام داروا لنا مانوال ديستيني اوز انسانيان سولما. عدم مواصله اصدار كتب جديده وفق المناهج المحينه جعل من المنظومه التربويه تعتمد منهجين مختلفين، فهل سيؤثر على تحصيل العلم للتلاميذ خلال مشوارهم الدراسي؟